أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، منتابع سوا أحلى اللقطات والتعليقات الطريفة لبرنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. ومن خلال برنامجي خبرياتنا بلا حدود كمان رح تشوفوا معي شو بدور خلف الكواليس بس بطريقتنا. وكانت البداية في البرايم ستادس كالعادة مع كارلا، بترحب بلجنة التحكيم وبالأخص بالفنانة يارا، وعلقت على فستان يارا وقالت شو هالأزرق الحلو في الوقت اللي كان الخجل واضح كتير على يارا. وبداية مع يارا، شو هالأزرق الحلو؟ يبدو إنه الغزل مستمر بين يارا وكارلا، ومنشوف كمان يارا رحبت بكارلا بس بطريقتها. مساء الخير كارلا، شو هالأصفر الحلو؟ يعني أنا حابه اتغزل أنا بيارا. ما خليه، شو هالأصفر الحلو حلو حلو حلو. وطبعا ما تفكروا إنه وائل سكت، لا، كان رده للغزل اللي كان بين يارا وكارلا كالآتي. مساء الخير كارلا، شو هالأصفر الحلو؟ يعني أنا حابه اتغزل أنا بيارا. ما خليه، تفضل وائل. لا أنا لازم أقول، أنا يعني الأصفر ده لوني المفضل أصلا. الله، حلو الأصفر، لساني موضة. يا سلام، تسلم. شكرا يا وائل، شكرا يا وائل، شكرا يا وائل. لا والله، هلأ عرفنا إنه اللون الأصفر هو اللون وائل، فهذه الرسالة بوجهها لكل المشتركين لحتى ياخدوا أحلى التعليقات، البسوا أصفر. مش أي حاجة بيضة حلوة تبهوزة، ولا أي بنت لابسة كبت تلامسة. كمان رح احاول البس اصفر بالحلقات الجاي بس لعيون وائل. الاصفر ده لوني المفضل اصلا. الاصفر ده لوني المفضل اصلا. الله، حلو الاصفر. والظاهر مشاهدينا الغزل ما رح يخلص بهالبرايم بين يارا وكارلا. اكيد شو ما تلبسي حلو، عيونك الحلوين. ميرسي يارا. نسينا السؤال. لا استني، نسينا السؤال. وكارلا ما نسيت تتغزل بفايا ووائل، خلينا نشوف شو هالعيون الحلوين يا فايا. شكرا. وائل. نعم. شو هالهضامه، شو هالكياتة. يا سلام. اكيد ما في شك وائل، انت كتير مهضوم مثل ما قالت كارلا. بنتابع مشاهدينا بعد الفاصل. وبعدنا مكملين مع وائل اللي اجته تعليقات كتير من معجبينه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقول انه مو كتير قاسي بس كأنه كارلا كانت قاسي عليه شوي. هو التعليق الحمد لله اللي عاجبني انه ان انا مش قاسي. يسيقشم مش قاسي، يسيقشم مش قاسي ابدا. ولا شوي. اه انت اللي قاسي عليا يا كارلا. انا 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 مش عارف. انا 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 مش انا. اه والله نحن خلص صلحنا الاسبوع الماضي. ماشي، اما نشوف النهارده. لا ان هم بيقولوا ان انا مش يعني ان انا لوجيك الحمد، يعني ده من التعليقات، عشان كنت كل شويه لما بطلع من الحلقه بقول يمكن اكون قاسي شويه. فلا الحمد لله. التحدي ابتدى، وعن فئة الثقافة والعلوم مع المشترك زاهد من السعودية اللي قدم لنا فيديو عن إعادة التدوير. أي شيء بالنسبة لهم مصنوع الإنترنت، مصنوع الإنترنت هو أكبر أجسام في الكون، النجوم، مصدر الطاقة وداعم الحياة. لأن الدنيا للعالم عندما تموت. والنتيجة من كل هذا هو الغبار النجمي، ستاردست. والغبار النجمي ستولد نجوم جديدة. وقال إن هذا الجيل في نجم أحد الأرض، كان استخدامها على أقل بواسطة ثلاثة نجوم منذ بداية الكون. خليك نجم، ريسايكل. ونشوف شو كان رد فعل يارا اللي كانت كتير غريبة. هلا حلو الفيديو، انا بالاول شوي عم شوف شو عم بصير بين النجوم والاشدزو والكواكب الايه الاش ايه اشدزو. مين الاشدزو ده؟ مين الاشدزو ده؟ مين الاشدزو ده؟ اه ده ما فهموش. ده نوع من وائل، ده انت لازم تفسره له. الايه يارا، الله يخليك، طولي بالك علينا. هلا فيديو زاهد حلو او مش حلو؟ مين الاشدزو ده؟ مين الاشدزو ده؟ مين الاشدزو ده؟ اه ده ما فهموش. انت عجبك فيديو زاهد او لا؟ مين الاشدزو ده؟ عم شوف مين الاشدزو ده؟ حلو الفيديو.
الظاهر انه يارا كانت بتفسر محتوى فيديو زاهد لوائل بس بطريقتها، وما حدا فاهم ولا شيء الا كارلا. مين الاشتزو ده؟ يعني H2O2. الاشتزو H2O. ما خير دولوجين وإدروجين ودولو، يعني بالآخر طلع H2O يعني مي. المي تروي العطشان. ماشي. يا سلام يا سلام يا سلام على المي. مش عارف ليه اتحدث الانجليزيه، لا ادري لماذا. انت من الاشدوزو اخذ لك على الاشدوزو، قلت بقى اخش انا في الانجليزي، كل واحد بقى يبين علامه بقى. ايوه هيك بس مبسوطين، يلا مبسوطين بالانجليزي بالعربي باللي بدك اياه. بنروح فاصل ومنتابع سوا. اما المشتركه جنان وكيل من سوريا عن فئه الشعر فقدمت شعر جميل ومعبر عن اعاده التدوير. مهلا، أنا أقدس حزنك، لكن دعيني أخبرك أن هذه الأشياء ثمينة، إن عاودنا تدويرها وخلقنا لها معنى من شيء لا معنى له فصارت بهية الشكل مفيدة ولا تؤذي أحد. وعنا جنان خلت الأرض تحكي بس بطريقتها، خلينا نتابع ونشوف شو كان تعليق وائل. فأنا معتادة على بصمات الأقدام، ولكن جوفي مزدحم بمخلفات العابرين. حلوة بس فكرة الأرض بتتكلم قلبت كرتون شوية، فده يعني أوقات لو أفورتي في الفكرة ممكن تقلب ضدك إنه الموضوع يبقى ساخر. يعني فكرة الأرض عمالة تتكلم كده، أنا كنت معاكي في الموضوع، بعد اول ما شفتها ابتديت اضحك. فكره شعر جنان والفيديو اللي عملته عن اعاده التدوير انا بصراحه عجبتني كثير، وحتى يارا. هيدا مش شعر، هيدا قصه كثير حلوه، كثير مؤثره، رساله دغري بتوصل. حبيت صوتك اللي مغيرتيه أول شيء، اللي هي الأرض اللي عم تحكي، قدي مؤثر هيدا الشيء، وأنت عم بتردي وتجاوبي عليها. كمان لايك يعني مرت، كمان لايك يعني مرت، كمان لايك. أما فيديو المشترك راشد من السعودية عن إعادة التدوير خلى يارا تهتم إنها تشتري اللوحة. أول شيء خلينا نكون متفقين متفقين متفقين، أنا أبغى هذه اللوحة. أبشر ولا يهمك. بعد ما قدم إلنا المشترك راشد من السعودية أكثر من فيديو، كان الإبداع والتطور واضح بكل أسبوع، والدليل إنه يارا طلبت اللوحة اللي عرضها راشد بفيديو التحدي عن إعادة التدوير، وهذا بحد ذاته فوز. ايه بلاش كده، امال امال امال، لا دي تعبانه عليها وقاعد اسبوع بيرسم راشد. راشد شو هو، ما هو اديني 10 جنيه اديك 10 جنيه. ما تكون غيور يا وائل، بلكي بالحلقات الجايه طلع كمان لوحات بالدور. بهنيك كثير يا راشد، وهي اكيد لحظه ما بتنتسى. فنانه راقيه وحساسه مثل يارا تعجب بعمل لك وتاخده معاها على البيت. فيديو لايك 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 يال. ولهون حلقتنا بتخلص لليلة، استنوني بكرة بنفس الموعد مع فيديوهات وأخبار جديدة. كنت معكم لوريس حراني، تصبحوا على ألف خير.